أعزائي الأخوان، بعد شوي راح يجي المدرس ونبدي درس الإنجليزي. جاهزين كلكم عيني؟ عمي نوري ترى دمرتني والله. هسا أنا قضيت 17 سنة بالمدرسة طالب وخلص عمري، وهسا النوب هم جاي يتعاملني عبالك طالب. سنان، أنت رحت 17 سنة على المدرسة يا ابني؟ إيه. عجيب، أشو كل شي ما متعلم. حج نعمان عيوني، أنا ما تعلمت الألفباء مثلك بمدارس راقية، أنا درست بمدارس عادية. يعني أنت متخرج من الكلية همين على ال 17 سنة سنان؟ أي سنان، وحتى دارس سنتين ماجستير، مو هالشكل؟ لا عيني، أنا خريج إعدادية. يا عيني، ما دام أنت خريج ثانوية، لعد شلون درست 17 سنة؟ والله حبيبي، أنا سنوات الثانوية كملتها بتسع سنين. دتشة دبل، دتشة دبل. ألو، تاكسي الأمان وياكم، تفضلوا. أي نعم، موجود. هسا يجيكم التاكسي، مع السلامة عيني. أستاذ محمد، شارع رقم 13، يلا. يس عمي نوري، جود باي ماي فريندز. جود باي ماي فريند. عمي نوري، ترى مكتب الأمان من تأسس لحد الآن ما شاف يشغلون والله. لا تصيحون. عمي ترى ما يصير هيك والله. طلاب، جل أستاذ. يمه، مرحبا، أنا مدرسة الإنجليزي مالتكم. مرحبا، أنا القصر على كمال. وخر وخر، ماي نيم إز سنان. احنا نعشق الإنجليزي يا ست. تمام تمام اخوان، لو سمحتوا قعدوا مكانكم، خلونا نبدي الدرس. يلا عيني، الله فضلوا. يساعدنا. يلا يلا يلا، بسرعة بسرعة، قعدوا. رح تستقبلون السائح بهاي الكلمة Welcome. زين، من تودعوا ش راح تقولوا له؟ أنا أعرف. جاوب حميد. ست، من نودع السائح؟ نقول له عيني الله وياك، هلا بيك. لك حميد، هاي ايش قاعد تحكي ابني؟ الست قالت لك بالإنجليزي، مو تقعد تحكي بالعربي. أخوي أنا ايش مدريني بالإنجليزي، لو أعرف ما كنت يمكم هسا. نقول good bye. عفية، برافو. قلت لي برافو، سمعتمو؟ سيد سيد، هناك هم وقع قلم، حرام، هذا هم شيلي من الباب. وين؟ هناك هناك. اي عافية، اي شوية شوية، عافية عافية، عافية. ماكو. لك والله هذا القلم أدبسز. شقد وكح هالقلم؟ ست، أنا أعرف جملة بالإنجليزي بس ما أعرف شنو معناها، إذا سألتك تقدرين تقولي لي معناها؟ تفضل. I love you شنو معناها؟ أنا أحبك. العفو، ما سمعت، عيديها مرت اللخ. أنا أحبك. واني هماتين أحبك، سمعتوا أخوان؟ مو طلعت تحبني. سنان. العفو عمي. أنت ممكن تقوم رجاءً؟ أنا؟ ويلي، شفت الست حبتني قبل قومتني؟ ست، روحي انتي، ست تفضلي. شنو كلمة مرحبا بالانجليزي؟ شنو يعني؟ اني اللي جاي اسألك. زين، واني منو اسأل ست؟ تانكس تانكس تانكس. يقول غلط، قبل شوية قلنا بس ست ما منتبه. ها شفت، تحكي مثل الغبي، غلط جوابك. اي بس عمي نعمان، انت قلت للجواب، يعني انت هم غلطت. انت ليش تسمع كلامي ابني؟ اسمع كلام الست. شلون؟ أقول ليش تحشون؟ ليش ما تنتبهون على الدرس؟ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.